الوصية الواجبة كلام الإمام أبو حنيفة، استدل فيها بعموميات الآيات القرآنية الدالة على وجوب الإيصاء، ثم قال إنه من الظلم البين أن يحرم أحفاد المتوفى من ميراث جدهم الذي كانوا سيستفيدون منه لو كان أبوهم على قيد الحياة، يحرموا فقط لأن أبوهم توفي، فأكون بهذا قد جمعت عليهم ألم فقد الأب وألم الحرمان من مال الجد أو الجدة. هذا المنطوق العقلي أقنع المشرع المصري وهو مقنع، وبالتالي أخذ القانون على مقتضاه.